الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تفضل علينا بأن جعلنا ممن صام رمضان هذا العام، وتفضل علينا بأن يسر لنا أنواع الطاعات، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. اللهم إنا عاجزون عن شكرك، اللهم فتجاوز عن تقصيرنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سورة التوبة وتدارس بعض معانيها، لعل الله جل وعلا أن يفهمنا أحكام هذه السورة وشيئاً من معانيها، فلعل القارئ بارك الله فيه أن يقرأ بعض الآيات من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة،
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يوجه الله جل وعلا الخطاب إلى أهل الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وفي الغالب أن هذين اللفظين يطلقان على من سبقنا من الأمم من اليهود والنصارى، وفي الغالب أن الأحبار من اليهود وأن الرهبان من النصارى، وقد وصفهم الله بصفتين موجودتين عندهم: الأولى أكل أموال الناس بالباطل أي الاستحواذ على ما لدى الآخرين من أشياء لها قيمة ولها مكانة ويمكن أن ينتفع بها بالباطل. فإن لفظة الأموال لا تقتصر على النقود فقط، بل هي شاملة لكل ما يتمول ويكون له قيمة، سواء من الألبسة أو الحيوانات أو المباني أو غيرها، فهذه جميعها أموال. فذمهم الله بأنهم يأخذون أموال غيرهم بغير وجه حق، ولذا قال بالباطل، من مثل الرشاوي التي يأخذونها ليغيروا في حكمهم، ومن مثل ما يأخذونه من إيتاوات على الناس وأموال يجمعونها باسم التبرع لبيعهم وكنائسهم ليستولوا على أموال الناس. وأما الصفة الثانية فهي أنهم يبعدون الناس عن الالتزام بشرع الله من الصد، وهو الإبعاد وعدم التمكين من الدخول، فهم يبذلون جهدهم في صد الناس عن الإيمان بدين الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ربًا ومعبودًا يجب إفراده بالعبادة، وما أشنع هاتين الصفتين. ثم ذكر الله جل وعلا طائفة أخرى فقال: والذين، يعني أن هناك طائفة اتصفوا بصفة أخرى، ألا وهي أنهم يكنزون الذهب والفضة، ومعنى يكنزونهما يحفظونهما ولا ينفقونهما بحيث لا يخرجون الزكاة الواجبة منها ولا يخرجون ما أوجب الله عليهم من النفقات،
سواء تجاه أهل بيتهم أو غيرهم. وقال والذين يكنزون الذهب والفضة، فقد كان الذهب والفضة هي نقود الناس في ذلك الزمان، وسمي الذهب ذهبا لسرعة ذهابه، وسميت الفضة فضة لسرعة انفضاضها وزوالها وبعدها عن مالكها. وقال ولا ينفقونها، أي لا يبذلون الذهب والفضة في سبيل الله، أي في النفقات الواجبة أو في جهاد الكفار. وحينئذ قال فبشرهم، أي توعدهم وحذرهم بعذاب أليم، أي موجع مؤلم. ثم قال يوم يحمى عليها في نار جهنم. وقد جاء في الحديث بيان هذا المعنى، فإنه من كان عنده ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها، فإن الله جل وعلا يحول ذهبه وفضته إلى أن تكون نارا موقدة، ثم يكوي بها جنوب هؤلاء وجباههم وظهورهم. وقوله هنا يوم يحمى يعني في يوم القيامة، فالعذاب الأليم الشديد يأتيهم يوم القيامة. ومع أن أهل الإسلام يبذلون ما يبذلون معهم من حسن خلق وطيب معشر، إلا أنهم يصدون الناس عن دين الله جل وعلا. وقوله هنا فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أي يؤتى بالنقود التي منعوا زكاتها فيحولها الله نارا تكوي، أي تحرق الجلد. قال هذا يعني يقال لهم فرحتم بما أخذتموه من الأموال ولن تنفقوه، فهو اليوم تعذبون به. هذا يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. ثم ذكر جل وعلا حكما متعلقا بالأوقات، ما يدلك على اعتناء الشرع بالوقت، وجوب أن يراعيه المسلم في حياته كلها. فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي إن تسجيلها ووقت هذه الشهور هو في هذه المدة. والمراد بالأشهر الأشهر القمرية، لأنها هي المعهودة عندهم، وهي التي يستثنى منها الأشهر الحرم. قال كتب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الخلق، فمنذ أوجد الله الخلق ومنذ أوجد الكون جعل هذه الأيام السبعة موجودة في الكون، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أي هناك أربعة أشهر حرم يعظم فيها إثم القتال فيها، وهي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، فهذه هي الأشهر الحرم. ثم قال
ذلك الدين القيم، أي هذا هو الحساب المتيقن والمؤكد، وهو الذي عليه المعول، وهو الذي يحصل به الثناء. ثم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يجوز لكم أن يعتدي بعضكم على بعض. ولا يعني هذا جواز الاعتداء في غير هذا الموسم، فقد جاءت النصوص بتحريم الاعتداء، قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال: فلا تظلموا، أي لا يظلم ولا يقتل ولا يجرح أحد منكم أخاه. وأنتم، قال: وقاتلوا المشركين كافة. قيل بأن المراد بالكافة المشركون، بحيث يقاتلون جميعا ما داموا على طريقتهم ودينهم. وقال آخرون بأن كافة متعلقة بقاتلوا، وبالتالي قالوا: كان الحكم في أول الإسلام وجوب الجهاد على الجميع وتعينه فرض عين، ثم بعد ذلك خص الحكم في هذا. فقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يعتدي أحد منكم على إخوانه. ثم جاء التأكيد على أمر المشركين، فقال: وقاتلوا المشركين كافة، أي بجميع أصناف المشركين. وقيل: يجب عليكم جميعا بجميع أفرادكم أن تجاهدوا. وقد نسخ ذلك في مثل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقوله كافة فيها أن هذه الشريعة لازمة لجميع أهل الإيمان. قال: واعلموا أن الله مع المتقين، يؤيد بنصره من شاء جل وعلا. ولعلنا نقف عند هذا. ففي هذه الآيات من الفوائد التحذير من أهل الكتاب، ولو كان الشخص مقدما عندهم في دينه فإنهم لا يتورعون عن أكل المال الحرام. وفي هذه الآيات التحذير من أن يكون عند الإنسان علم ولا يعمل به، ومثله من كان عنده علم، كان عنده عمل لكنه لا يعمل فيه بمقتضى العلم. وفي هذه الآيات تفضل الله على أهل التقوى بأن يكون معهم معينا ناصرا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. ثم قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء التأخير في المواقيت. لما كان شهر محرم القتال فيه، قالوا: نؤخره إلى صفر، وبالتالي يبقى لنا شهر محرم لا مانع فيه. وهذه طريقة فاسدة ومخالفة لشرع الله، وقد استمروا عليها سنوات حتى أن الزمان يدور. فلما حج أبو بكر جاءت الخطبة العظيمة: إن الزمان قد استدار. حج أبو بكر في الحجة الموازية لشهر ذي الحجة على طريقتهم وحسابهم. فلما جاء من العام المقبل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموعد، وحينئذ
أصبح الأمر عاد على ما كان عليه من اعتبار الأشهر الحرم، وتم إلغاء اجتهادات من لم يرى مثل ذلك الرأي. وفي هذه الآيات أن الكفر، قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أي يبتعدون بهذا النسيء عن الحق والهدى، ولذا تجدهم يحلون هذا الشهر في عام ويحرمونه في عام آخر، ويبيحون الحرام ويحرمون الحلال، قال ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله من انتهاك حرمات الأشهر الحرم. قال زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، أي قضى عليهم بأن لا يهتدوا. فهذه آيات عظيمة فيها أن علم الإنسان لا ينفعه إذا كان مخالفا للشرع، وهكذا عبادة الإنسان مهما بلغ الرتبة العليا فإنها لا تعني أنه معصوم أو أنه متيقن ومأمون الجانب. وفي هذه الآيات تحريم الصد عن سبيل الله، وبيان أن ذلك من الذنوب العظيمة. ثم قال والذين يكنزون، والجمهور على أن هذه اللفظة يدخل فيها بعض هذه الأمة. قال والذين يكنزون الذهب والفضة، فيه تحريم الكنز للذهب والفضة، وبالتالي يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة عليه تجاه من حوله. وفي هذه الآيات من الفوائد عظم إثم من كنز الذهب والفضة، وقد استدل الحنفية بهذه الآية على وجوب الزكاة في الحلي المعد للبس والعارية، وخالفهم الجمهور، وذهب وتوقف الإمام الشافعي في ذلك. وظواهر الآيات والنصوص يدل لمذهب الحنفية في هذه المسألة. وفي هذه الآيات وجوب الزكاة في النقود من الذهب والفضة وما كان ثمنا للأشياء. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من أن يبقي عنده المال المحرم، وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على جواز الكي، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكي آخر الدواء والعلاج، وقد ثبت عنه أنه كواء. وفي هذه الآيات ذكر الكي للجباه والجنوب والظهور، لأنها هي التي الوجه هو الذي يعلم بوجود الكي فيه، والظهر والجنب يكون في الكي فيهما من الألم ما ليس في بقية أجزاء البدن. وفي هذه الآيات من الفوائد تحذير الإنسان من البخل وأمره بالنفقة والكرم، بيان أن ذلك من أعظم أسباب رضا الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب اعتماد التاريخ القمري
المبني على الاثني عشر شهرا والذي فيه الأشهر الحرم. وفي هذه الآيات أن السنة اثنا عشر شهرا، وفيها أنه يجب أن يكون إخراج الزكاة على وفق السنة القمرية للسنة الشمسية. وقوله ذلك الدين القيم، أي هذا الحساب الذي حسب به أيام الشهر هو الدين القيم، أي الجزاء الصحيح الذي يكون له آثره. وفي الآيات تحريم الظلم وشدة إثم المعتدين على الآخرين. وفي الآيات أن تحريم الأشهر الحرم إنما هو في الابتداء، وبعض أهل العلم قال بأن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ، والأصل بقاء الحكم وإحكامه. وفي الآيات فضيلة التقوى وأن الله يكون مع أهلها. وفي هذه الآيات إثبات أن الكفر يزيد وينقص، كما قال بذلك الجماهير خلافا للأشعرية الذين يقولون الكفر رتبة واحدة، وهذا ينفيه ما جعله الله جل وعلا في الجنة من في الآخرة من دركات النار، فهذا دليل على عدم تساويهما، ولم يتساووا إلا لكون أعمالهم متفاوتة. وقول وفي هذه الآيات أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحريم ما يفعله أهل الجاهلية من تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا من الكبائر ومن القول على الله بلا علم. وفي هذا بيان طريقة أهل الجاهلية الفاسدة في هذا الباب. وفي هذه الآيات أن هداية الله للعبد تكون بأسباب فعلها هو، وكلما ازداد هداية ازداد عقلا وتبصرا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.